يعطيك العافية، السلام عليكم. خليك محلك، أنا جاي لك. إحنا عنا يعني ناس مستعد، يعني مش شرط نجيب طواقم من الصين، عنا ملفوف اطلع. أيوة برد، ما هو أحسن من الملفوف. عدد عن حالك أول شيء. فوزة بالعدس. من أي منطقة؟ فلسطين، راس العين. فلسطين المحتلة. منين؟ من عرب الجرامني. من عرب الجرامني. وين بيجوا هذول؟ كضيافة. كضيافة. آه. يعني إحنا ماشيين في المخيم والدنيا شوب بتقدح فعلاً، يا ليت. يعني بنحكي قاعدين للمخرج الاستاذ باسل عطله، ومعانا برضه كلهم يعني روسنا انسطحن من الشمس. تعطيكم ورقه شو بدنا كيف بدنا ندبرها؟ فيش طواقي، نشوف لنا محل اطلعنا، ولا انت حاط ورقه ملفوف؟ يعني ورقه الزلمه حاطط اخرى ورقه برضه. تعال يعني شو السر؟ يعني كلناكم بلا يابان بلا صين عنا طلعوا. يعني شو ابو ايش البلد؟ شو ابو عزام. ابو عزام قلت لي انت من عرب عرب الجرامني. الجرامني بال... طيب فيش كثير من عشيرتكم هنا في المخيم؟ في 48 في جلجولي، وفي بيافا، وفي بشفى عمر. بيافا وزاير. وفي لكم خارج فلسطين؟ وفي بعنبتا، في بامريكا، وفي بالسعوديه. في اخوي بامريكا. بس مش كلهم بحطوا ولك ملفوف. مش كلهم. لا ما ظنش. يعني هذه ورقة، يعني شو خطر لك تحط ورقة ملفوف وانت قاعد تحت شمس؟ لأنه الملفوف ببرد. بس زمان بكون لما قلناكم فشل الياباني، الدخان العربي، الدخان العربي اللي بكون يدخلون الاختيارية بحطوا عليه ورق ملفوف. هسا عشان ورق ملفوف بنشفش الدخان، بضلوا مبرد عليه، وهذا السر. هسا هيك براد. كيف بالله الشيء يعني؟ وهيو هنا برضو ما شاء الله. هيو طيب ماشي، ورق الملفوف منيح. يعني اختلع. احنا اول مرة انا بعدك على كل حال. ابو ايش قلنا البراتشي؟ ابو عزام يعطيك العافية. خلينا نروح بجزء الله، كلنا واحد حاط على راسه سطح بيت مجاني. الحكوني.